الحامدين للبغداد الذهبية إن شاء الله الذين يسابقون الجزاء أحسن البشرية هم الأمل هم أملنا اليوم وردا في أن تسابق ويرفع علم الجزاء العالية هذه براعم البرعومات التي إن شاء الله ستكون جيزدي هؤلاء الأبطال غدا إن شاء الله هؤلاء الذين هم ابتسامة الأمل بهم نفتخر اليوم وغدا هم أبطال الجزائر مستقبلا يليهم السليم في الجسم السليم وإن شاء الله ستكون عقولهم نيئة فرعي أيديدو وكل النشاطات للعلم جمعية نشاطات القدم فرقة كرة القدم سنجد من بينهم ميسي إن شاء الله هو فنحن إخوة أخوة السلام الوطني فلنقف هذه النشاطات واملنا في هؤلاء الاطفال دائما
فخرا لكم ايها الابناء بعد السلام على هذه الدعوة وفي هذا اليوم العظيم يوم عيد النصر. إن شاء الله تكون حاجة أحسن في العام المقبل إن شاء الله. وبارك الله فيكم، المجد والخلود لشهداء الأبرار. وشكرا رحيم، ونشكر الجمعية اللي تفكرت الشيخ وكرمته وكرمت الناس كل، ونشكر الشعب هذا اللي جا كل مرا وراجل باسم البوني. والشيخ ربي يرحمه معروف على التعليم ومعروف على البلدي. جا واحد ها احساسي راني ما هزتنيش الدنيا. نشكر الشباب، ونشكر الشباب تاع البوني كامل. نعم. الحمد لله. نشكر الجيل اللي جا هذا ما يعرفوش عرفوا، ها فهمتي، اللي يعرفوا هاو يعرفوا، اللي ما يعرفوش الدراري هذم صغار ماذا بيا كيعرفوا خير. الحمد لله الحمد لله. وكتر خيركم وكتر خير الجمعيه، نشكرها ونعاود ما ننساهمش ولادي. كتر خيرك يا بابا. نشكر جميع الناس اللي جات هنا للتظاهرة هذه بما فيهم مسؤولين تاع البلديه تاع الدائره، رئيس المركب، جمعية الطفولة، حماية الطفولة ونجعلوها ديما إن شاء الله دائما. وهذا كل ستان بليزير للدراري صغار، نجبدوهم شوية من الانحراف والمخدرات وحاجة في صالح العام. ونشكركم على هذه الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وباسمي وباسم جمعية نشاطات الشباب للمركب الرياضي مراد عبد السلام، نشكر كافة المساهمين على إنجاح هذه التظاهرة اللي هي عيد النصر. وإن شاء الله أيامنا كاملة نصر في المستقبل، ويجعلنا وسيلة لخدمة الشباب وخدمة هذه الشريحة باش نخرجوها من الآفات الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء البوني نشكرهم جزيلا، وإن شكرناهم فلن نوفي حقهم، هم من سهروا على هذا وهم من نظموا بعيد النصر، وإن شاء الله تكون أيامنا نصر. ورحمة الله وبركاته. نشكركم على الحضور، الحمد لله على أنها على سقف أحلامنا أنها نجحت هذه التظاهرة، والهدف الأول هو تمجيد لشهدائنا الأبرار والناس اللي خدمت على هذه البلاد بصدق. والحمد لله أنه يعني هذه أنا بالنسبة لي أنا ماهيش خبرة جديدة، والحمد لله أنه شبابنا فرحان، وإن شاء الله يكون المزيد. وبارك الله. والسلام على رسول الله. أهميلة عبد الغني نائب رئيس بلدية مكلف بالأشغال، ممثل عن رئيس بلدية البوني اللي غايب، اللي عنده ظروف العمل بلدية ضغوط. الحمد لله على هذه التظاهرة اللي قاموا بها جمعية أو الجمعيات نقول لبادية البوني. هذه التظاهرة اللي لاحظوا أنها يعني جمعت كثير من الشباب، أي الشباب الرياضي والغير الرياضي، وحضور حتى الأولياء. وهذا هذه راح يشجع الأولياء به يشجعوا أولادهم على الرياضة ويصبروا عليها معهم. نشكر جميع الشباب، جميع الشبان، جميع احنا نذكروا بركة باللي الرياضة هي عبارة عن أخلاق، تربية وأخلاق. وهذه التظاهر اللي قامت بها الجمعية تاع المركب نشكرهم جدا. أنه نضيف ملاحظة بركة أنهم اللي قائمين على هذه القاعة أو الجمعية فهم أولاد الحي، يعني ما شاء الله، يعني هذه نعمة ميناها احنا في جماعة الحي أنهم هم اللي يقوموا بمساندة الجمعيات. ونشكرهم، ونشكر السيد رشيد ساحلي على هذه المبادرة، نشكر سي طارق سي عبد الرحمن مفروغ عنه لا يعني ذكرت. بارك الله في الجميع ان شاء الله. الزومباز واتا رياضه وعجبتني ياسر. انا بلقيس نلعب في الزومباز. نشكر الجمعيه على هذه المظاهره. وشكر فادي نلعب في الكاراتي. نلعب في الكاراتي. ونشكركم جميعا. نشكركم جميعا. واني فرحان. واني فرحان. عليكم. انا مواطن من مدينه عنابه، حضرت هذا التظاهرة الكبيرة التي قام على تشريفها جمعية الشباب للمركب الرياضي بالبوني.
نشكرهم كثير على المجهودات اللي بدلوها. وعندي بنتي راهي هنا في مع الجمباز وراهي بري الي بيان بري اون شارج. ونشكركم كثير بارك الله فيكم وربي صلاه يكمل يدومكم على هذا المحل ان شاء الله. شكرا. Yeah.